حياكم الله مشاهدينا الكرام. تعد إدارة الطوارئ الطبية من الإدارات الحيوية والهامة بوزارة الصحة باعتبارها خط الإنقاذ الأول في حال وقوع أي كارثة لما تقدمه من خدمات طبية وإسعافية هامة، وتعطي شعور بالأمان والطمأنينة لكل من يحتاج للمساعدة. وفي هذا اللقاء راح نسلط الضوء على استعدادات إدارة الطوارئ الطبية لموسم الشتاء، خاصة في ظل التقلبات الجوية المستمرة، وأيضا موسم التخييم اللي بدأ بالفعل بداية هذا الشهر الجاري ويستمر حتى شهر أبريل المقبل. لذا نسعد بأن يكون معنا اليوم الأستاذ جاسم ياسين الفودري، مراقب الخدمات الصحية في إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة. راح نستهل هذا اللقاء من خلال هذا التقرير. كثفت وزارة الصحة من جهوزيتها واستعداداتها لموسم التخييم والتدخل السريع خلال أي طارئ أو عند تقلبات أحوال الطقس في مختلف المناطق البرية، حيث تم توفير نقاط الإسعاف على الطرق السريعة وتجهيز مراكز إسعاف مؤقتة في مختلف المناطق البرية. الوزارة ممثلة بإدارة الطوارئ الطبية قامت بهذه الاستعدادات بالتنسيق التام مع جهات الطوارئ المختلفة، بالإضافة إلى جاهزية الإسعاف الجوي لخدمة المناطق البعيدة والنائية التي أصعب وصول الإسعاف إليها أو تلك التي يستغرق الإسعاف وقتا طويلا للوصول إليها، بما يساهم في الوصول بأسرع وقت للمصاب. جهود تساهم لا محالة في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على أمن وسلامة كافة المواطنين والمقيمين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وحياك الله استاذ جاسم، وصباح الخير واهلا وسهلا فيك في صباح الخير. صباحكم الله بالخير ويعطيكم العافيه. حياك الله. بالبدايه لو بنتكلم او نسلط الضوء على يعني الجهود واستعدادات اداره الطوارئ في 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 ظل التقلبات الجويه والازمه والوقت اللي مرينا فيه من امطار وحالات طوارئ، استعداداتكم شلون كانت؟ وايضا بالجانب الاخر راح نتكلم على موسم الشتاء واستعداداتكم لموسم الشتاء. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نتكلم على الاستعدادات خاصة للأمطار والسيول اللي قاعد نلاحظها خلال هاليومين. أمطار خير على دولتنا الحبيبة. بالنسبة هذه الاستعدادات مو وليدة اليوم، هي من سنوات طويلة مع الجهات الأخرى من خلال الاجتماعات المسبقة للتحسبا لأي ظرف طارئ مثل الأمطار والسيول. ممكن يكون كانت في لجان كثيرة خلال السنوات السابقة، في تمارين مشتركة بين الجهات، مثل ما شفنا احنا مساء بالتقرير هذا كان في بعض التمارين اللي حاصله للاستعدادات. نتكلم على الاشياء اللي المفروض احنا نستعد لها من خلال هذه يعني نتكلم على الاماكن اللي فيها مثل الاماكن اللي ممكن تكدس فيها الامطار وكيفيه التعامل معها. ممكن احنا كنا متوقعين في بعض الاماكن يكون فيها يعني خلينا نقول تكدس لهذه الامطار او تجمع الامطار. استعدادات وزارة الصحة من خلال المستشفيات ما قبل الحدث وخلال الحدث وبعد الحدث، نتكلم على التمارين المشتركة اللي قاعدة تصير مع الجهات الثانية، هذه كلها وقوة السيارات الإسعاف وكيفية التعامل معها من خلال الفنيين. نتكلم على غرفة عمليات 112 الرئيسية والمساندة لها اللي هي غرفة وزارة الصحة. هذا كله في تعاون مشترك ما قبل الحدث، بعد او وقت الحدث احنا قاعد نشوف البلاغات من المواطنين، نتعامل مع كل بلاغ طارئ نتعامل معه في معدلات وقت مناسبه، توزيعنا الجغرافي حق السيارات الاسعاف ومراكز الاسعاف توزيع مدروس من خلال نسبه الوصول او معدل الوصول لهذه الاماكن. نتمنى احنا دائما نكون المعدل ما يقل عن 8 دقائق الى 10 دقائق للوصول. الاحوال الجويه اللي قاعد نتكلم عنها هي احوال جوية ممكن تكون طارئة
وصولنا لبعض الأماكن هذه تكون تأخذ أكثر من المعدل، لكن الإرشادات الطبية والتواصل مع المبلغ هذا أهم شيء لحين وصول سيارات الإسعاف. طيب لو تكلمنا عن حجم الإمكانيات المادية والبشرية اللي تتمتع بها إدارة الطوارئ واللي تجعلها على أهبة الاستعداد أستاذ جاسم للتعامل مع أي طارئ؟ مستويات الحالات الطوارئ اللي عندنا احنا نتكلم على أكثر من مستوى، المستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى الثالث. إذا تكلمنا على الحد الأقصى لسيارات الإسعاف موجودين تقريبا ما يقارب أكثر من 160 سيارة إسعاف موجودة في دولة الكويت. عندنا آليات مساندة لموقع الحدث اللي هي سيارات الإمداد اللي يكون فيها أكثر من نقالات، أكثر من حقائب دريسنج، أكثر من أشياء يحتاجها المسعف في الموقع. عندنا فرق ميدانية من أطباء تطلع من المستشفيات لهذه المواقع. كذلك عندنا طائرتين هليكوبتر تنقل المصابين من موقع الحدث لأقرب مستشفى أو المستشفيات اللي يحددونها. نتكلم على السيارات الدفع الرباعي أو البقيات أو السكوتر للمجمعات والأماكن اللي ما تقدر توصل لها سيارة إسعاف. هذا كل التنسيق وأكثر من كذي الجهات الأخرى اللي نتكلم عنها، الجهات الحكومية اللي عندها آليات طوارئ طبية، هاي نقول مثل الحرس الوطني، الشركات الخاصة، الجهات الخاصة، هذه كلها تدرج تحت الإحصائية الرسمية لأعداد سيارات الإسعاف والقوة العاملة للفنيين الطوارئ الطبية. حلو أستاذ جاسم، يعني توك ذكرت أن الحرس الوطني أو الجيش عندهم أيضا طوارئ طبية، لكن حسب بلاغات وزارة الداخلية أكثر من 70,000 بلاغ أعتقد كان موجود. وتعاونكم، وقبل شوي ذكرت أن المواطنين يبلغونكم في حالات الطوارئ، نبي بتعاونكم مع الجهات المعنية، هل تستقبلون بلاغات من وزارة الداخلية؟ شلون ترتيب معهم؟ الرقم اللي تفضلت فيه يشمل يمكن أكثر كل البلاغات الطارئة. احنا قاعد نتكلم على اليوم الاول للامطار كان 409 بلاغ طارئ تعاملنا معه خلال المعدلات المسموح فيها. نتكلم على تصنيف هذه البلاغات من حوادث طرق وكذلك حالات الربو، احنا نتكلم على سوء الاحوال الجويه، يكون عندنا حالات مرضيه تعاملنا مع بعض الحالات اللي هي الانقاذ للمنازل اللي طفت عنهم الكهرباء على اجهزه انعاش او على اجهزه طبيه والكهرباء طفت وتعاملنا معهم. تصنيفنا للحالات يصنف على حسب من أخذ الأسئلة من المبلغ. في بعض الحالات طبعا الغير طارئة تم توقيفها ذاك اليوم، المراجعات تم توقيف هذه المراجعات، النقل اللي على حسب من مستشفى لمستشفى تم توقيفه. هذه كل الأشياء أو كل الحالات تعاملنا فقط مع 409 حالة طارئة من خلال هذه المستشفيات. والبلاغات تكون عفوا على وزارة الداخلية، من وزارة الداخلية ولا من المواطنين تستقبلون؟ احنا نقول ان ما في خط مباشر غير 112 للحالات الطارئة. 112 هي غرفة العمليات الرئيسية للدولة، فيها اكثر من غرفة. الغرفة الأساسية حق وزارة الصحة هي غرفة طوارئ طبية، عمليات الطوارئ الطبية اللي تستقبل جميع هذه الطلبات الطارئة. أستاذي سؤالي ذو شقين، قبل شوي انت ذكرت انه موضوع انقطاع الكهرباء، لو وهذا امر وارد ويمكن حصل في بعض كبار السن او الحالات الخاصة اللي يتعاملون مع اجهزة متعلقة بالكهرباء، ففي حال انقطعت الكهرباء كيف من الممكن ان يتعاملون او كيف من الممكن ان يتواصلون معاكم بحيث ان يا ان يتعامل مع جهازه او يتعامل مع اسعافات او طرق تؤدي الى تعايش الطبيعي مع انقطاع الكهرباء. والشق الثاني موضوع الاشاعات اللي قاعده تظهر في مثل هذه الحالات. نتكلم على الاجهزه اللي موجوده داخل البيت اللي هي مثلا أجهزة الإنعاش الهوم فنتليتر أو الأشياء اللي قاعدة تستخدمها أنت عن طريق الكهرباء. عندنا شقين من هذه الأجهزة، الجهاز في جهاز أنت تقدر تحط له مثلا بطاريات معينة ويشاحن بطاريات معينة ويخدمك لمدة أكثر من 5 إلى 6 ساعات إذا كان ممكن. الشيء الثاني إذا كان عندك أنت احتياط لا سمح الله في جنريتر صغير تقدر تشبكه مع هذا الجهاز ويكون هو شغال خلال الفترة الطارئة اللي يكون موجودة. الشيء اللي اذا وصلنا الى مرحله صعبه جدا اللي هو التعامل المانيوال اللي هو التعامل اليدوي مع الحالات، يكون عندك انت
أشياء يدوية مثل جهاز الإنعاش اليدوي تقدر أنت تتعامل معه، ويكون معه تواصل مع غرفة العمليات اللي تابعة وزارة الصحة، معناته أنك أنت تبلغ غرفة العمليات من خلال 112، تحط الإمكانيات اللي موجودة عندك وتكلمهم من خصوص هذه الإمكانيات، وهو راح يتواصل معك. يمكن خلال الفترة السابقة للمطر احنا يمكن في بعض المناطق طفت الكهرباء عند قطع معينة مثل في منطقة فيحيل ولا كذا، واجهنا في مشكلة في هذا الأمر صراحة، واجهنا حتى وصولنا لهم كان شوي صعب، تواصلنا معهم لكل الإجراءات لحين وصول سيارات إسعاف، ممكن احنا نتأخر عنهم ساعة إلى ساعة إلى ربع ما نوصل، ولكن على تواصل مستمر معهم أن يكون شنو الإجراءات اللي يسويها لحين وصول سيارات الإسعاف. هذا الشق الأول اللي احنا تكلمنا فيه. الشق الثاني نتكلم عن الإشاعات. كثير من الأحيان أو خلينا نقول فترة المطر يأتي لنا إشاعات، عدد الوفيات ازداد، عدد الجهات الرسمية هي المعنية في إصدار هذا العدد أو عدد الإصابات. دائما نقول إحنا الجهات الرسمية اللي هي تلفزيون الكويت مثلا، الجهات الإذاعة، المتحدث الرسمي لهذه الجهة هو اللي يعطيك الأعداد الصحيحة. ثق تماما، ما حد راح يعطيك أعلى من المعدل ولا أقل من المعدل. الكل يبي يوضح الصورة بشفافية، وهذا اللي إحنا نطمح له. دائما نقول إحنا في شفافية تامة من خلال أعداد المصابين وعدد الوفيات لا سمح الله والحالات اللي تعاملنا معها. نعم، حتى الإمكانيات احنا لا نذكر، لازم نذكر المستشفيات، السعة السريرية والأشياء اللي احنا قاعد نتكلم عنها هي دور المستشفيات داخل، معناته ان انا اذا كان عندي مستشفى ومستشفى مساند للمستشفيات لازم اعرف ان تم تحويلك الى مستشفيات ثانية لان هذا المستشفى السعة مالته قلت او كذا، ولكن كلنا على شفافية وكلنا على قدر من المسؤوليه ان نوصل المعلومه الصحيحه للمواطن والجمهور. لان هو بالنهايه هو راح يتعاون معنا وراح نؤدي لهذا القرار ان شاء الله. قواكم الله، واكيد انتم قدها ان شاء الله استاذ جاسم، اداره الطوارئ ان شاء الله قايمه بدورها وعلى اكمل وجه. خلينا نتكلم عن موسم التخييم، والحين بلش التخييم والبر، وشنو استعداداتكم حق البر وهذا الموسم؟ يمكن احنا نتكلم على البر لان البر عندنا منطقه شماليه وجنوبيه، والمناطق اللي الشاليهات الحين ادخلت معاهم لان هذا كله، والمناطق السكنيه صارت في مثل منطقه صباح الاحمد، خط الوفره، نتكلم على المطلع، على السالمي، هذا كله مشمول اصلا في خطه البر اللي موجوده. استعدادات وزاره الصحه واداره الطوارئ الطبيه من خلال اكثر من 15 مركز اسعاف منتشرين ونقاط داخل الخطوط السريعه وغيرها. في نقطة تنشأ كل سنة، احنا نقطة خاصة للجهات الطوارئ كلها تكون في يا منطقة الشمالية او المنطقة الجنوبية للتعامل مع الحالات الطارئة. التوعية والإعلام قاعدين ندخل مع الجهات الأخرى، وإدارة الطوارئ ووزارة الصحة تقوم في توعية الجمهور من خلال الإرشادات، من خلال التوجيه، من خلال تلفزيون الكويت، الإذاعة، الجهات وسائل الإعلام، إن إحنا متواصلين وخاصة في هذه التوجيهات. الآليات إحنا نتكلم على آليات مثل البقي، السكوتر اللي موجود، سيارات الإسعاف، الهليكوبتر الإسعاف الجوي. تقريبا نتكلم عن هذا الإسعاف الجوي في حال تواجد المخيمات. تعرف أنت مثل ما تفضلت قبل شوي الشمالية والجنوبية، إذا كان المناطق بعيدة في والوصول لها يكاد يكون صعب، أو إيصال الحالة يكون صعب. متى تستخدم الإسعاف الجوي؟ الإسعاف الجوي هو تابع إدارة الطوارئ الطبية وزارة الصحة. الإسعاف الجوي من خلال أنت لما تقدم تبلغ أن في حادث أو في حالة خطرة موجودة في خلينا نقول في المناطق الحدودية أو الأماكن البعيدة عن المستشفيات العامة، هني لما تبلغ 112 غرفة العمليات وغرفة عمليات وزارة الصحة، يتم إخراج أول سيارة حق الموقع، ومن خلاله يتم استعداد الإسعاف الجوي لكونه أنه المبلغ أعطى تصور كامل عن الحادث. يتم الاستعداد وخروج الطائرة العمودية أو الإسعاف الجوي إلى موقع الحدث ويواكبه سيارة الإسعاف، معناته أن سيارة الإسعاف أو الفني طوارئ طبية يجهز المريض زائد يحدد موقع الإسعاف، اللوكيشن بالضبط للإسعاف الجوي وهبوطه. هذا كله يتم خلال أقل من نص ساعة، كل الخدمات تقوم، كذلك المستشفى توصل له المعلومات كاملة عن الحادث للاستعداد لاستقبال هذه المصابين.
الله يعطيكم الصحة والعافية ومقدرين جهودكم بدون أدنى شك، وهذا واجبكم تجاه وطنكم وأبناء وطنكم. مشاهدينا كل الشكر والتقدير لضيفنا الأستاذ جاسم ياسين الفودري، مراقب الخدمات الصحية في إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة.